القناة الإعلامية للبنت السورية هي الأفضل دائما. جريمة جديدة ترتكبها المجموعات الإرهابية المتطرفة من خلال اعتراضها لحافلة ركاب صغيرة تنقل عائلة بأكملها. كما وصل المشفى الوطني بحمص مواطنان من حي باب عمر من جراء إصابتهما بطلق ناري، توفيت على أثرها السيدة حميدة المحمد. أخته للطفل البالغ من عمر 17 سنة أصيبت بطلق ناري في الفخذ الأنسي. طبعا هذا المقذوف تبين بأنه مقذوف متفجر. ما بنعرف من وين اجت هالرصاصة دغري فاتت بفخذي هون الرجلي، ما بنعرف من وين اجت. جريمة جديدة ترتكبها المجموعات الإرهابية المتطرفة من خلال اعتراضها لحافلة ركاب صغيرة تنقل عائلة بأكملها، ما أدى لاستشهاد طفل وشاب، وذلك عند مفرق الأوراس طريق تدمر القديم. الجريمة تلو الجريمة ترتكب بحق المواطنين الأبرياء. فقد ورد إلى المشفى الوطني بحمص ليلة أمس الاثنين في التاسع من شهر أيار وفي حوالي 11 ليلا مجموعة من عائلة واحدة يركبون سيرفيس قادمون من العقربية، وعند مفرق الجديدة الشرقية قرب إحدى محطات الوقود ظهرت سيارة خصوصية بيضاء اللون وبدأت بإطلاق النار من أسلحة حربية رشاشة وبنادق صيد بومبكشن، حيث استمر سائق السيرفيس دون توقف رغم إصابته حتى وصلوا إلى مدخل مدينة حمص، حيث قامت عناصر الجيش بحمايتهم وإسعافهم إلى المشفى الوطني بحمص. وقد نتج عن هذه الجريمة وفاة المواطن هلال خالد الصالح نتيجة إصابته بطلق ناري في الرأس وعدد كبير من الإصابات. في جماعة من جديد الشرقية قريبين لجاري، كنا جايين ناخذهم ونرجع على البيت، يعني نحن جايبين وجايين على مفرق الأوراس دوبلتنا تاكسي وقفت سكرت علينا الطريق، هربنا منها صار اطلاق النار علينا، ضلت تقوس علينا حتى وصلنا لعند الجيش. بعدين هون بعد وقيت عشي أنا. كنا على طريق تدمر العتيق ماشيين، اجى تاكسي قطعت السربيس وصفت على اليمين بعد منا بشي 100 متر، احنا وصلنا حد منا طالع سلاح وصار يوصل علينا هيك لدوار تدمر، الله يخلينا الأمن هو اللي أسعفنا. كان عدد المصابين 12 إصابة في تعرض الإصابات، أغلب الإصابات الموجودة كانت إصابات متعددة بالبطن وبالأطراف متعددة، في حالتين منهم حالة خطرة، وفي عنا توفى طفل، الطفل تم الكشف عليه، تبين نتيجة الكشف أنه في عنده إصابة وحيدة في الرأس، والملاحظ من الإصابة أنه تعرض لطلق ناري. بصراحة هاي أول مرة بنشوف هيك نوعية من الإصابات. كما وردت إلى المشفى الوطني إصابتان بطلق ناري في مكانين مختلفين وبنفس الليلة. أضف إلى ذلك ما ورد إلى المشفى بحمص الليلة من الإصابات من صفوف المواطنين وكلها جراء طلق ناري، توفي على أثرها المواطن بسام الجمال ومواطن مجهول الهوية، وإصابة المواطن هاشم خليل في حي الأرمن بحمص بطلق ناري في البطن. حوالي الساعة 12 بالليل طلع لي واحد من التام وقف مقابلي، فكرت بيعرفني أول شيء، وقف قدامي أغصني وهرب على بسكليتي كهربائية. العصابات الإجرامية المسلحة تستهدف المدنيين الأبرياء وعناصر الجيش والأمن في مدينة حمص. حمص التي تشهد حفظا لأمنها واستقرارها لم تمضي ليلتها حتى ذهب شهيد والعديد من الجرحى، فقد استشهد الملازم الدكتور صفوق الخليفة من مركز الاستشعار عن بعد، وأصيب 5 آخرون من أفراد الجيش والأمن أثناء توجههم للقيام بمهمة رسمية في منطقة باب عمر، وجميع هذه الإصابات بليغة وناتجة عن طلق ناري متعدد وصلوا المشفى العسكري بحمص في الصباح الباكر من اليوم. كنا تغلفنا الهم الساعة 4 الصبح، طلعنا جاء منطقة باب عمر منطقة جنوبية،
لفتنا على البناء وقاموا يرموا علينا من تحت. اتصلوا الاثنين على تحت البناء ونحن ما منتبهين عليهم وقاموا يرموا علينا. كان في سيارة ملازم كان واقف وراي هو. ما شوف الا هو ضرب طلق براسه هو استرق الحائط وانا كمان وقعت على الارض. ذاك الضربه بجري. من وين جاك طلق النار؟ من تحت. قام علينا رمي بندقيه. انا استلقيت قمت امشي فت سند ورا حيط وسيارة الملازم ضربه واقف. كان لساته عم يتنفس. اجوا الشباب اسعفونا على الدرج واستشهد سيارة الملازم وانا جابوني لهون. تكلفنا بمهمة لملاحقة الإرهابيين في منطقة بابا عمر بحمص. الساعة 6:15 وأثناء التمركز تم إطلاق نار كثيفة علينا من قبل منطقة بابا عمر من البنايات ومن مآذن الجوامع. وأثناء المحاولة تحديد مصادر النيران أصبت بطلق ناري بجفني الأيمن. كما وصل المشفى الوطني بحمص مواطنان من حي بابا عمر من جراء إصابتهما بطلق ناري توفيت على أثرها السيدة حميدة المحمد. إسعاف عدد من المدنيين ورجال الأمن الذين أصيبوا برصاص العصابات الإرهابية المسلحة إلى مشفى القنيطرة. استهداف المدنيين وعناصر من قواتنا المسلحة من قبل المجموعات الإرهابية في ريف درعا الذين عاثوا فسادا وخرابا في الممتلكات العامة والخاصة لم تسلم من أسلحتهم براءة الطفولة. مشفى الشهيد ممدوح عباضة بمحافظة القنيطرة استقبل الشقيقين صفا ومحمد غسان داود والمواطن مصطفى الحوامدة والمجند أحمد عدنان حلاق الذين رووا لنا كيف استهدفتهم يد الغدر والتخريب. أنا اسمي أحمد حلاق مجند بالجيش السوري. وكلونا بمهمة منطقة الحارة. اتجهنا عليها الصباح صار يجينا اطلاق نار كثيف يعني من المخربين مجموعات وقناصات من على الأسطحة. فإجا ضباط لمانا صار يعني يعطوا إعازات مشان ما نصيب حدا لا مدني ولا نختلط مع حدا ويبعدوا عن الاشتباكات. يعني صار يرموا علينا المخربين يرموا علينا وعلى المدنيين. يعني ما وفيت معهم انه بس نحن صار يرموا على الطرفين مشان تكبر الشغلة أكثر وأكثر. يجد أنا ونازل يعني عند واقف مع الضابط تبعي ما حس إلا خناصة من على السطح ضربتني في إيدي لون في الساعد الأيسر جت في العضلة. كنا بالبيت وقاعدة بالمطبخ ما بنعرف من وين إجت هالرصاصة دغري فاتت بفخدي هون الرجلي ما بنعرف من وين إجت دغري باب حديد دغري فاتت برجلي. مين اللي أسعفك؟ الجيش وابن عمي وجينا عاد جابونا لهون. يوم قوست اختي كنا كنا قاعدين نسكر الباب جت بس سكرناه بسرعه جت الطلقه. احنا ما نعرف جت بعدين تفاتت باختي نثرت علي. اخته للطفل البالغ من عمر 17 سنه اصيبت بطلق ناري في الفخذ الانسي. طبعا هذا المقذوف تبين بأنه مقذوف متفجر فوه الدخول 1 سنتي مع فوهات خروج 3 فوهات خروج من 10 سنتي والسبعة سنتي والثلاثة سنتي. طبعا تم إدخاله من العمليات مباشرة. بالنسبة لهذا الطفل عدد من الشظايا كانت موجودة. من المقدر أنه تكون هذا من شظايا المقذوف نفسه لكونه كانوا بالمنزل طبعا مع بعض يعني. والمقذوف أيضا أتى من الأعلى إلى الأسفل. طبعا شيعت قرية خربة بسنديانة في طرطوس جثمان الشهيد المقدم أكرم معروف الذي استهدفته المجموعات الإرهابية خلال تأديته لواجبه الوطني. هكذا استقبلت قرية خربة بسنديانة شهيدها أكرم معروف ليكون الفخر مجددا سيد الموقف فيما تنهمر الدموع خجلة من قلة حيلتها تجاه ما يمكن تقديمه أكثر لهذا الوطن. والله وين ما حطيته الأول الحمد لله واستشهد بحب الوطن وطالب الشهادة. طيب آدمي مربى من بذرة طيبة شو بده الواحد احسن من هيك. لازم نفتخر فيه لانه كان شهيد والشهيد عند الله بدون. هو استشهد في الوطن وراح على الجنه. واما الاب فقد كان كاي سوري حر
يدرك تماما ضحالة الألم أمام كرامة الوطن. الحمد لله ونجح وتعلم وراعى الكل ورفقاته كله الحمد لله بيشعطوا فيه، وإن شاء الله بحول الله النصر إلنا والله مع 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 سوريا. كما شيعت قرية تلباجر بمنطقة جبل سمعان التابعة لمحافظة حلب جثمان الشهيد أحمد شريف الشريف. من رياض العزة والكبرياء جمع سنية حياته، فكانت قصيرة بعددها أبدية في بقائها، عزيزة بمعانيها. إلى قرية تلباجر ناحية الزربة منطقة جبل سمعان في محافظة حلب وصل شهيد آخر، الشهيد أحمد الشريف الشريف من مواليد عام 1984، متزوج وله 3 أطفال، انضم إلى رفاقه وآثرت روحه السمو على الخنوع والعزة على الخضوع. أما الأهل والأصحاب فكانوا في انتظاره. أعتز وأفتخر فداء الوطن، فداء الوطن. مبروك عليها الاسم، مبروك عليها الشهادة. كنا على الدرب سائرون. وهنا في تلباجر تخشع الأصوات أمام هيبة الشهادة، وتبقى بصمات البطولة مواقف لا تنسى نسير بهديها ونتسابق لالتقاط وهجها. أهالي قرية بقراقة في منطقة مصياف في محافظة حماة شيعوا الشهيد الملازم أول حيدر أحمد عيسى إلى مثواه الأخير. شيعت قرية بقراقة بمنطقة مصياف في محافظة حماه شهيدها البطل الملازم حيدر أحمد عيسى الذي انضم إلى قافلة الشهداء بعد أن استهدفته المجموعات الإرهابية المتطرفة وهو يؤدي واجبه المقدس في الدفاع عن أمن الوطن والمواطنين في 7 أيار في حمص. الشهيد حيدر أحمد عيسى عازب من مواليد عام 1988، انتسب إلى الكلية الحربية وتخرج منها ضابطا عاملا برتبة ملازم عام 2009. أهالي قرية خنيفس في منطقة السلمية بمحافظة حماة شيعوا الشهيد ماجد ديب إلى مثواه الأخير. زفت قرية خنيفس بمنطقة السلمية بمحافظة حماة شهيد الوطن العريف ماجد محسن ديب الذي استشهد في يوم الشهداء في 6 أيار برصاص المجموعات الإرهابية المتطرفة أثناء تأديته واجبه الوطني في منطقة باب عمرو بحمص. وعبر المشيعون عن اعتزازهم وفخرهم بشهادة ابنهم، مؤكدين أهمية الشهادة في سبيل صون تراب الوطن ووحدته الوطنية. قل للشهيد في جنات الخلد والله يرحمه. الحمد لله اللي نال الشهادة، والله يجعل مسواه الجنة يا أمي ويرحم جميع الشهداء. الله يرحم جميع الشهداء، الله يرحم جميع الشهداء يا أمي وينصرهم ويجاهن. والشهيد ماجد من مواليد عام 1978، متزوج وله 3 أطفال. إلي الفخر إنه جوزي شهيد، الله يرحمه يجعل مسواه الجنة، إن شاء الله بيكون هو آخر الشهداء. الله يرحمك، الله يرحمك يا ماجد، هي أولاده ترحموا عليه، ظل طول اليوم عرسه لماجد. محافظة الحسكة شيعت جثمان شهيدها الشاب هلال عبد الله حمد الذي اغتالته يد الغدر أثناء عودته من لبنان إلى وطنه. في موكب رسمي وشعبي شيع من المشفى الوطني في منطقة رأس العين إلى مسقط رأسه في قرية تل أرقم بمحافظة الحسكة الشهيد الشاب هلال عبد الله الحمد الذي استهدفته عصابة إرهابية مسلحة ورشقت الحافلة العامة التي كان يستقلها مع عدد من الركاب في طريق عودتهم إلى الوطن بنيران الغدر عند تحويلة حمص دمشق. خبرهم علي ولدي من لبنان، هو يشتغل بلبنان، ونولي هلال توفى والحمد لله رب العالمين. وأنا أمه وهلال شهيد ما مات، وشهيد ماما أحمد عبد الله حمد أخو شهيد هلال عبد الله حمد، أعزب موالد عمره 22 سنة عامل بلبنان، ضربوا جماعة إرهابية الله يموتهم إن شاء الله، الله يوقعهم إن شاء الله، الله يقوي الدولة إن شاء الله. باسمي وباسم عشيرة العامر وعشيرة الولدة كلياتنا فداء لهذا الوطن. نموت إحنا ويعيش وطننا، نموت إحنا وتعيش سورية كبيرة. نزل دموع العين غصبا عليا، نعش الشهيد اليوم حنيت يديا، يا مرحبا بهالضيف زفاني شيعوا فدوى الوطن وتراب كلنا ضحية،
أم الشهيد تقول هذا بطلنا، يا ريت عندي للوطن من الولد 100